الخير قناة بيتنا السوري. اليوم بدنا نجهز كنافة بالجبنة، كتير شغلة سهل وسريع. قبل ما نشوف المكونات لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس منشان يوصلكم كل شيء جديد. المكونات كتير كتير سهلة، هي عبارة عن ربع كيلو كنافة مفروطة ناعم. حتى تفرطوها ناعم انتوا حطوها بالفريزر لحتى تجمد، وبعد ما تجمد طلعوها فرطوها على طول رح تفرط معكم بسرعة. كاستين جبنة موزاريلا وثلاث ارباع كوب سمنة دايبة سايحة، وللتزيين فستق حلبي. هلأ نخلط الكنافة بالسمنة. أنا بخلط الكنافة بالصينية يلي بدي أعملها فيها على طول. هلأ بعد ما خلطتها رح أمدها بالصينية وأكبسها منيح. هلا بعد ما كبستها بدي احط الجبنه، برش الجبنه عليها كلها. كمان الجبنه بنكبسها شوي. بنحاول ما نترك فراغ، نخلي الكنافة كلها مغطاها بالجبنة. هلا بدنا نطبخها على الغاز. هاي الكنافة انا هلا بدي احطها على نار متوسطة. انا هلا حيطتها بالنص، بستنى شوي وبعدين بصير بمرر النار على الأطراف. يعني أنا بصير بحرك الصينية لحتى النار تسوي الأطراف كلها. هلأ اللي بحب يحطها بالفرن ما في مشكلة، بس من فوق ما لازم تشغله نهائيا، ومن تحت لازم تكون النار متوسطة. هلا بدي صير ادور الصينية على الاطراف. الجبنة عم بتدوب، لحتى الجبنة كلها تدوب والكنافة يتحول لونها للذهبي بيكون استويت الكنافة. بتكون تضلوا عم بتدوروا الصينية منشان ما تنحرق ولا من جهة، بتضلوا هيك عم بتدوروها لحتى تستوي للآخر. لما بتحطوها بالفرن كمان كل شوي بتكون تضلوا عم بتدوروا فيها
ما بصير تتركوها وتروحوا. شوفوا أنا على الأطراف عم بحرك على الأطراف وبدور على الأطراف. يا جماعة كتير كتير شغلة سهل، ما بياخد معنا أبدا وقت. لازم تختاروا نوع جبنة يكون كويس منشان تنجح معكم الكنافة. نوعية الجبنة لازم تكون كتير ممتازة. أنا استعملت هون جبنة بوك. أنا لسه عم دور على الأطراف لحتى الأطراف أتأكد إني استويت، بعدين بدور من النص. شوفوا الجبنة على الأطراف شلون دابت كتير منيح. شوفوا يا جماعة انتوا بتحركوها هون، مجرد ما تحركت معكم معناتها الكنافة قربت تستوي، ما بيضل لها شيء ابدا. بتتركوها بس لحتى تتأكدوا اني الجبنة دابت كتير كتير منيح. هون بترجع تتحرك. هلا الكنافة صارت جاهزة والجبنة شوفوا كلها دابت معنا على الآخر. هنطفي هلا. هلا الكنافة صارت جاهزة بعد ما شلتها من على النار، بدي أحطها بصحن مشان أحط عليها القطر. هلا بحط القطر. هيدا بعد ما حطيت القطر هلا بنكمل حط الزينة. بعد ما خلصنا الزينة بنقطعها. شوفوا الجبنة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.